بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، تقبل الله حجكم وضاعف لكم الأجر والمثوبة، وجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا صالحا مقبولا، وأعادكم إلى أهلكم سالمين غانمين، وقد ظفرتم بالأجر وأحرزتم الثواب. فهنيئا لكم هذا التوفيق من المولى عز وجل، حيث أيأ لكم المجيء وأداء النسك، حيث أجبتم نداء إبراهيم عليه السلام. فأبونا إبراهيم صعد على جبل أبي قبيس المطل على الحرم، وقال وأنزل الله عليه: وأذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس أي أعلم الناس بأن الله فرض عليهم الحج. يأتوك رجالا أي رجالة يمشون على الأقدام، وعلى كل ضامر إشارة إلى ما يركب من إبل وخيل وحمير وبغال وطائرات وسيارات وبواخر وغيرها. لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم. فأنزل الله على إبراهيم: وأذن في الناس بالحج. فأجابه من في الأصلاب: لبيك اللهم لبيك. فأنت حينما تذهب إلى منى، أو أنت في مكة قبل الحج أو في عرفة، تقول لبيك اللهم لبيك، أي إجابة بعد إجابة. فهنيئا لكم هذا الأمر، أحرزتم الأجر إن شاء الله وظفرتم بالمغنم. وأسأل الله أن يبارك في سعيكم وأن يعظم لكم الأجر والمثوبة. ماذا بقي أيها الأحباب؟ بقي واجب من واجبات الحج، وهو طواف الوداع بدون سعي. يسأل أحد الإخوان يقول: هل يلزم سعي؟ نقول: لا، طواف فقط. طيب، أشواط محددة؟ نقول: نعم، 7 أشواط. بإحرام؟ نقول: لا، بلباسك العادي. إذا عزمت على السفر اجعل آخر عهدك بالبيت الطواف. يقول أحدهم: زوجتي اعتراها العذر الشرعي، لا يمكن أن تأتي المسجد، ما الحكم؟ نقول: زوجتك ما دام لديها عذر شرعي، وهو الحيض أو النفاس، فإنها معذورة ولا يجب عليها طواف الوداع. هل يجب أن تأتي للساحات الخارجية وتقف فيها؟ لا. هل يجب أن تقف عند أبواب الحرم؟ لا، لا شيء عليها. وإنما يجب أن يودع الإنسان البيت بالإنابة لله عز وجل، بالتوبة الصادقة. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يقول الصحابي الجليل: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فألق بالك، انتبه، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تحذر عنه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا، كثير آيات
أما الكفار فما نجد نداء لهم إلا آية واحدة على سبيع التقريع والتوبيخ والإزدراء والتهديد. يقول عز وجل: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. هم يعتذرون يوم القيامة: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. فيقول الصحابي رضي الله عنه صاحب رسول الله: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فعل قبالك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فيقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وش معنى نصوح؟ يعني توبة صادقة، توبة من القلب، من أعماق القلب، بأنك ستقلع عن الذنب أي ذنب كان، وأن لا تعود إليه، وأن تندم على ما فات من تقصير وغفلة وهوان. وإذا كان الأمر يتعلق بآدمي فلا بد من التحلل منه، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وحق الله مبني على المسامحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. نقول: ما هي التوبة النصوح؟ هي الصادقة. ما هي شروطها؟ نقول: ثلاثة شروط. أن يقلع الإنسان عن الذنب. ما هو يقلع ما دام في مكة ثم إذا رحل أهمل وفرط وتقاعس وأهمل؟ لا، توبة نصوحة يعني صادقة من القلب، أن يقلع عن الذنب وأن يندم على ما فات. يقول: أنا مضى من عمري كذا وكذا، وأنا في غفلة، وأنا في هوان، وأنا في كسل، وأنا في خمول، وأنا في بعد. يندم ويعزم على عدم العودة، ويعزم على عدم العودة. لابد من توفر هذه الشروط الثلاثة إذا كان الأمر يتعلق بحق من حقوق الله. وأما إذا كان يتعلق بحق من حقوق الآدميين، نضيف إليها شرط رابع. ما هو؟ أن تعطي ذلك الآدمي حقه. إذا كان مال، إذا أخطأت عليه، إذا تصرفت تصرفا خاطئا منه، تطلب منه المسامحة، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة. فعملي أيها الأحبة، ونحن نستعد الآن لمغادرة هذا المكان الطاهر، ولا يدري الإنسان هل يعود مرة أخرى أم لا. هنيئا لكم حيث وفقكم المولى عز وجل للمجيء. كم من الآباب، كم من الأجداد، كم من الأهل، كم من الجيران كانوا يتمنون أن يكحلوا أعينهم برؤية الكعبة ولم يتيسر لهم ذلك. وأنت أيها الأخ المبارك أكرمك الله وهيأ لك السبيل وهيأ لك الطريق، وأجبت الندى وامتثلت الأمر، ووقفت مع المسلمين في عرفات، وطفت بالبيت وبين الصفا والمروة. نقول أيها الأحباب: بقي طواف الوداع. ومن السنة إن تيسر لك أيها الأخ المبارك عندما تريد تطوف طواف الوداع تذهب إلى الملتزم. إلى الملتزم. أين الملتزم؟ هو ما بين الحجر وبين الباب، ما بين حجر الحجر الأسود وبين الباب، قدر 4 أذرع، والذراع من يعني أطراف الأصابع إلى المرفق. ويقف الإنسان عنده ويدعو ويبتهل ويتضرع ويظهر الحاجة للمولى عز وجل، ويطلب منه أن يهيئ له من أمره رشدا، وأن يفتح له مفتاح الخير، وأن يغلق عنه أبواب الشر إلى آخره. ثم يتوكل على الله مقبولا حاصلا للأجر والمثوبة إن شاء الله. فإذا وصل الإنسان إلى بلده يجب أن يكون تأثير الحج ليس عليه وحده، وإنما عليه وعلى زوجته وعلى أولاده وعلى جيرانه وعلى أهل مسجده. يكون داعيا لهم، مرشدا، معلما، منبها،
لئن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه. أيها الأحبة، اعتدنا في مثل هذه الليالي أن نقرأ في هذا الكتاب، وهو كتاب الكافي لابن قدامة، كتاب الكافي لابن قدامة، وهو رحمه الله ألف 4 كتب على قدر المستويات، ألف 4 كتب على قدر المستويات. الكتاب الأول العمدة للطلاب المبتدئين، الكتاب الثاني المقنع لمن قطع شوطا في طلب العلم، الكتاب الثالث وهو هذا، وهو عدد من المجلدات، الكافي. الكتاب الرابع هو المغني، وهو من أكبر الكتب في الفقه، في الفقه الحنبلي. فالعادة أن نقرأ في كتاب الكافي. وقفنا في القراءة على ما يسمى بالولاء. بالولاء، ما هو الولاء؟ قلنا الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث به المعتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. أما النساء فلا يرثن بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتق. ومر بنا بأن الولاء سبب من أسباب الإرث، يقول فيها أسباب ميراث الورى 3، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فالآن الولاء غير موجود عندنا، ولا أعرف أنه موجود، وإنما المؤلف رحمه الله ألف هذا الكتاب قبل 800 سنة، قبل 800 سنة، وكان الولاء موجود، بمعنى أن يكون هناك معركة بين المسلمين وبين الكفار، فيكون في أسرى ويسترقون، والسبب في هذا الرق عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. والرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. هذا الكلام كان موجود قبل 800 سنة أو 700 سنة، الآن ما عندنا. الدولة عندنا وفقها الله أعتقد جميع الأرقاء، كان في قبل 100 سنة أو 50 سنة أو 80 سنة نقول هذا حر وهذا رقيق، الآن ما عندنا، كلهم أحرار. والدولة قالت من يدعي شخصا يثبت ذلك ويأخذ ثمنه وهو حر، فلذلك يعني نحن نقرأه، وإن لم يكن موجود ليكون طالب العلم على معرفة وعلى دراية بما في الأحكام الشرعية وما فيها من أمور يجب على الإنسان أن يعرفها. وفي حديث من النبي عليه الصلاة والسلام يقول الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. فإذا إنسان اشترى شخص وأعتقه، وهذا الشخص المعتق اتخذ مال ومات وماله قرابة، فيكون المال الذي تركه لمن بعد أن يكون معتقا، المال الذي تركه لمن أعتقه، وهكذا. وهذا غير موجود الآن. لذلك الآن نسمع من أحبتنا ما لديهم من أسئلة ونتناقش فيها. يقول الأخ الكريم، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول حياكم الله، نقول وهي أنت وجميع الإخوة السامعين. يقول عندما أتيت في السعي في طواف الإفاضة بدأت بالصفا، بدأت من الصفا، ويبدأ الإنسان من الصفا، أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، لكن يقول ما رفعت يدي وما قلت إن الصفا والمروة من شعائر الله، وما كب يعني صعدت على الصفا ثم نزلت. نقول سعيك صحيح إن شاء الله، فإن كان الإنسان تيسر وقال الله أكبر، وقال أبدأ بما بدأ الله به، وقال اللهم أنت السلام، يعني دعا بالأدعية، وإن قرأ من القرآن، وإن اختار أي دعاء، فذلك جائز إن شاء الله. لأنه لو قال بدأت من المروة، نقول الشوط الأول يعتبر لاغي، وإنما البدء يكون من الصفا كما في الآية الكريمة. هذا أحد الإخوان يسأل عن التكبيرات،
التكبيرات في صلاة الجنازة. نقول التكبيرات أربع، ولو زاد خامسة لتبعناه، ولو زاد سادسة تبعناه، ولو زاد سابعة تبعناه، ولو زاد على السابعة وقفنا ولا نتبعه، لأن أكثر ما ورد سبع تكبيرات. الوارد أيها الأحباب أننا بعد أن نكبر التكبيرة الأولى نقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الإبراهيمية، وبعد التكبيرة الثالثة ندعو للميت ولنا وللمسلمين جميعا. يقول الإنسان اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفي عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه. كان امرأة نقول اللهم اغفر لها وارحمها، وإن كانوا مجموعة نقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم لا تفتننا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم واغفر لنا ولهم. وإن كان طفل تلاحظون أيها الأحباب أنه يقول الصلاة على الأموات والأطفال، لماذا؟ الأطفال أموات، نقول نعم الأطفال أموات لكن لهم دعاء خاص. الدعاء للطفل الميت نقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما، واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. ثم يسكت قليلا ثم يسكت يكبر الرابعة ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويسلم. ولو كبر خامسة نكبر معه وندعو، ولو كبر سادسة كبرنا معه ودعونا، ولو كبر سابعة كبرنا معه ودعو، ثم يسلم، والثابت تسليمة واحدة، ولو سلم تسليمتين تبعناه، وهذا لا حرج فيه. الصلاة صحيحة إن شاء الله إذا سلم تسليمة واحدة فهو أولى، وإذا سلم تسليمتين فلا حرج. أحد الأحبة يسأل عن الذهب المستعمل التي تستعمله المرأة، هل فيه زكاة أم لا؟ نقول عبارة الأئمة الحنابلة يقولون ولا زكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية، يعني المرأة تلبسه ولا تعطي بناتها وبنات الجيران يتزينون فيه في الحفلات والمناسبات، يقول هذا ما في زكاة، هذا المعتمد أو عند الأئمة الحنابلة. أما المختار فإن الذهب إذا بلغ نصابا وحار عليه الحول وجب إخراج الزكاة، سواء كان للاستعمال أو العارية أو التجارة، وإذا أدى الإنسان زكاته برئت ذمته. في شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى وجوب الزكاة في الذهب أيا كان، والزكاة ربع العشر، يعني عندنا مثلا النصاب نقول 11 جنيه وكذا، 11 جنيه سعودي وكذا، ومن الذهب يعني كذا أوقية، ومن الفضة 20 درهم 200 درهم وهكذا، ففيها ربع العشر، ومن الذهب 20 مثقال، والمثقال يعرفونه أهل الصياغة واللي يبيعون الذهب. يقول حكم من يأخذ مرتين عن من الدو أو كذا في الوظيفة، نقول يجب على الإنسان أن يكون صادقا في تعامله مع ولاة الأمر، لأنه قد يلتبس عليهم الأمر وقد يعملون شيئا يرون أنك تستحق وأنت لا تستحق، فكن أنت منبئا عن نفسك مخبرا عنها بما فيه الواقع. يقول أحد الإخوان يقول إنه كلم زوجته في الهاتف وحصل بينهما ممازحة حتى خرج منه مني، نقول يجب عليه الاغتسال، يجب عليه الاغتسال، من أن من واجبات الغسل
خروج المني دفقا بلذة، خروج المني دفقا بلذة. وإذا كان حاجا وقبل التحلل الأول ينبغي أن يبتعد عن هذه الأمور، لأنه لو كانت معه زوجة مثلا وواقعها قبل التحلل الأول نقول فسد الحج ويلزمه المضي فيه وعليه بدنه وعليه أن يحج من العام القادم، ونفرق بينه وبينها في العام القادم لأجل أن لا يحصل مرة أخرى. وإذا كان بعد التحلل الأول فعليه شاة لفقراء الحرم. يقول السائل الكريم، يقول غدا سنرحل من مكة إلى المدينة، أقول رحلة مباركة إن شاء الله، وتصلون طيبة الطيبة وأنتم في صحة وعافية. يقول ماذا نعمل؟ نقول تصلون في المسجد النبوي وتسلمون على المصطفى وصاحبيه، وإذا أمكن أن تصلوا في الروضة الشريفة فقد ورد أنها يعني روضة من رياض الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام، وأن يعني يبتعد الإنسان عن جميع الأمور التي قد تكون مبتدعة في مزارات أو غيرها لا داعي لذلك. وإذا أمكن الإنسان أن يصلي في مسجد قباء، فمسجد قباء كان عليه الصلاة والسلام يخرج إليه ويصلي به، ويصلي أيضا يعني يحافظ على الصلاة في المسجد النبوي إن أمكن في الروضة وإلا في أي مكان، ويسلم على الرسول. ولا يلزم أن يسلم كل وقت يذهب ويسلم، لا، عند قدومه يقول السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، وجزاك الله عن أمتك خير ما يجزى نبي عن أمته. ثم يتقدم قليلا أبي بكر ويسلم عليه، ثم إلى عمر ويسلم عليه، ثم ينصرف. يقول هل يرخص للرجل المريض عن طواف الوداع؟ نقول الرجل المريض يمكن في عربية، يمكن في كرسي متحرك يأتي ويدفعه أحد رفقائه أو أحد المخصصين ويطوف قبل، إذا أراد أن يركب الحافلة أو يتجه إلى المطار. فطواف الوداع بالنسبة للرجل لا يعذر به لأنه واجب من واجبات الحج. وأما المرأة فإن كانت حائضة ونفسة فهي معذورة ولا داعي لمجيئها، وإن لم تكن حائض ولا نفسة كالرجل ولو في كرسي متحرك. هذا توجيه من أحد الإخوة، يقول آمل التنبيه على أحبتنا ألا يسابقوا الإمام في صلاته. يعني الواجب أيها الأحباب ما نقول الله أكبر إلا إذا انقطع صوت الإمام، ولا نقول ربنا ولك الحمد إلا إذا انقطع صوته، ولا نبدأ بالركوع أو السجود إلا إذا انقطع صوته. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، وقال أما يخشى الذي يسابق الإمام أن يقلب الله رأسه رأس حمار كما ورد عن النبي. فالإنسان يتأنى ويكون مع الإمام، إذا سكت الإمام وانقطع صوته شرع هو في التكبير. هذا أخ كريم يقول هل يمكن للحاج المسن المريض، يعني عنده أعذار كبير في السن ومريض، أن يؤدي طواف الوداع بعد صلاة المغرب أو العشاء رغم أنه سيخرج من مكة بعد صلاة الفجر؟ نقول نعم، بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء كل ذلك جائز، ولو وإذا جاء وصلى في الحرم صلاة الفجر فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لكنه لا نقول إنه يؤديه اليوم مثلا الثلاثة ويسافر يوم الخميس، يؤديه اليوم ويسافر بعد صلاة الجمعة، لا، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، يعني وقت يسير، ليلة، يريد ينام، يريد يأكل، يريد يحاسب راعي الفندق إلى آخره. هذا أحد الإخوان يسأل عن مسألة تعلق بالميراث وهي غير موجودة الآن لكن بس كحكم شرعي. يقول إنسان عنده زوجة وعندها أولاد وعنده سرية، يعني امرأة واقعها اشتراها
بملك اليمين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وهذا غير موجود الآن. لكن إنسان عنده زوجة وعنده أولاد وعنده سرية ولها ولد، يقول ولد السرية هذا هل يرث ولا ما يرث؟ نقول كأخوته من أولاد الزوجة، كأخوته من أولاد زوجته أمه لا ترث لأنها مملوكة، هو يرث لأنه ينسب إلى أبيه. وهكذا أيها الأحبة، الأم تعتق بمجرد وفاة زوجها من كل ماله وتسمى أم ولد وتسمى زوجة. يقول أحد الأحبة، هل يجوز للمرأة الحائض أن تأتي إلى الحرم يذكرن الله ويدعونه وهي حائض ويريدن السفر إلى بلدهن، ماذا تعمل؟ نقول لو جاءت إلى الساحات الخارجية لأجل تسمع بعض الدروس، لأن بعض الدروس تبث، لو جاءت لتسمع الأذان، لو جاءت لتسمع صلاة الإمام، نقول لا حرج في ذلك إن شاء الله. وأما طواف الوداع فهو يسقط عنها، لأن الطواف بالبيت صلاة وهي معذورة عن الصلاة. يقول وكلتني امرأة أن أرمي الجمار عنها، فكنت أرمي لي 7 حصيات ثم أرمي لها بعد أن أنتهي من الرمي لنفسي، هل هذا العمل صحيح؟ نقول نعم، ترمي لها لنفسك ثم ترمي لها في مكان واحد. هذا سؤال يتكرر وسأقرأه عليكم ثم أطلب من أحد طلبتي الإجابة عليه، ونرشح الشيخ علي. أقرأ السؤال وبك أن تجاوب عليه. يقول السائل الكريم، يقول عندي 7 أولاد ولم أعمل لهم عقائق 7، والآن يسر الله لي، فهل ممكن أن أشتري بقرة أو عجل واحد من، هل يمكن ذلك وأكون أصبت السنة بأن يذبح عنهم بقرة واحدة أو عجلا واحدا عن 7؟ لأن نعرف أن في الأضحية البقرة إذا عمرها 2 سنين فهي، إذا عمرها 5 سنوات فهي، إذا عمرها 2 سنة البقرة فهي تكفي 7 في الأضحية، وفي الهدي تكفي 7. هل البقرة أو العجل أو الثور مثلا يكفي عن 7 في العقيقة أم لا؟ لماذا؟ أحسن. يقول الشيخ علي لا يجوز. لماذا؟ لأنه مر بنا في قراءتنا بأن العقيقة لا شرك في الدم، لا شرك في الدم. يعني مثلا الإبل في الأضحية نقول عن 7، البقر في الأضحية وفي الهدي عن 7، لأنهم يشتركون في إراقة الدم. وأما العقيقة فلا شرك في الدم، بل يجب أن يكون إراقة الدم لشخص واحد. فلو أن هذا الأخ السائل جعل البقرة أو العجل لواحد من أولاده نقول نعم، لكن يجعلها 7 لا، وإنما يمكن أن يبيعها ويشتري بدلها شاة أو غير ذلك. هذا أحد الإخوان يقول التاجر في الذهب هل يخرج الزكاة ذهب أو يخرجها نقود أخرى؟ ماذا نقول يا شيخ بكاي؟ يقول تاجر في الذهب هل يلزم أن يخرج زكاة ذهب ولا يخرجها دراهم؟ لا يا ابن، الذهب والفضة لا تتعين بالتعيين، فيمكن مثلا يحسبها ذهب ويخرج فضة، ويمكن يحسبها فضة ويخرج ذهب، فلا حرج في ذلك. هذا أحد الإخوان يذكر مسألة تتعلق بالطلاق، والطلاق ليس من السهولة بمكان، في حلال وحرام، فيجب على الإنسان أن يتحرى، فيقول طلقتها
بالثلاث في حالة غضب. وبعدين سألت علمانا وقالوا تعتبر واحدة، فراجعتها. أنا أقول هذا لا يكفي، أنا أنصح السائل أن يكتب رسالة وله في بلده لسماحة المفتي في هذه البلاد ويذكر فيها الحادثة ويطلب الإجابة، وسماحة المفتي وفقه الله يجمع عدد من العلماء ويستشيرهم في الأمر، يأخذ رأيهم الشرعي. فالمسائل هذه ليست من السهولة بمكان أن يسأل الواحد مثلا طالب علم كذا أو إمام مسجد أو كذا أو كذا، لا، يقول راجعتها. هنا سؤال أيها الأحباب، يقول أخ كريم: ما حكم من أخذ أكثر من مرتب من الدولة وكيف يتصرف في المال الذي أخذه؟ نقول إذا كان أخذ أكثر من مرتب والدولة تعلم بذلك، يعني أخذ مرتب لأنه كاتب في إحدى الدوائر، وأخذ مرتب ثاني لأنه معذن في مسجد، أو أخذ مرتب ثاني لأنه إمام في مسجد، أو أخذ مرتب ثاني إذا كانت الدولة على علم ومعرفة بهذا الأمر فلا حرج، وأما إذا كان بطريق الاحتيال والخفاء فهو مسؤول أمام الله ويجب إعادته. يقول السائل الكريم، يقول: أنا بني البعض في رمي الجمرات، فبدأت بهم أولا ثم رميت لنفسي، فهل ذلك صحيح؟ نقول: الأولى أن تبدأ بنفسك ثم من وكلك، لكن الآن لعله لا حرج. يقول الأخ الكريم، يقول: ما حكم إخراج فدية بعد إكمال الحج وذلك في بلدنا، لأن إمام المسجد قال يجب إخراج حوالي 40 ريال كفارة، أو قد يكون نتيجة خطأ؟ نقول: لا، هذا غير صحيح، لا يجب. وبعدين لو وجب شيء يعني نتيجة إخلال بشيء من أمور الحج وجب أن تكون لفقراء الحرم، ما تكون في بلدكم لأنك سافرت وقد انتهى الحج وأديته إن شاء الله، فلا يجب على الإنسان شيء. وإن تصدق على فقراء بلده حمدا لله على أن هيأ له أداء هذا الركن فهو على خير إن شاء الله، لكن كونه يجب عليه لأن هذه يعني 40 ريال أو كذا، نقول: لا، ما ورد هذا. ذكر الأخ الكريم عبارات في الدعاء، يقول: لي سليم، أنا أقول: لو قلنا: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لكان أولى وأسلم للإنسان. هنا يسأل أحد الأحبة، يقول: حكم من جامع زوجته وهي حائض أو نفساء؟ نقول: إذا كان عالما فقد اقترف إثما وارتكب خطأ كبيرا وفيه من الأضرار الصحية ما لا يعد ولا يحصى، وأما إذا كان متعمدا، وأما إذا كان خطأ فقد أمر أن يخرج دينار أو نصف دينار كفارة لعل الله أن يتوب عليه. والآية تقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أما إذا كانت حائض فلا يمكن أن يستمتع بها الإنسان فيما دون الفرج، فيما دون الفرج، وأما الفرج فلا، لما فيه من الأضرار له ولها، وهي أيضا يجب عليها أن تمنعه وتخبره بحالها ولا تمكنه من ذلك، وإذا اتفقت معه فهي شريكة له في الإثم. يقول: في كتب نشرت في الوسائل التبليغ وكذا، مع العلم دور النشر تكتب عليها أن حقوق الطبع محفوظة، هل يجوز أن نعمل؟ نقول: إذا كان بذلوا جهدا هم ويطلبون منك رسوما بمجرد لأنهم هيئوا لك الكتب فلا يصح لك، لأن هذا شيء يخصهم وقد بذلوا فيه مالا وجهدا، ويمكن تستأذن منهم أو تدفع لهم الرسوم. يقول الأخ الكريم: إذا كانت الزوجة
التي قام زوجها برمي الجمرات عنها صحيحة ليست مريضة، فهل هذا جائز؟ نقول نعم، لأن الزحام يشق عليها، الزحام وكثرة يعني التزاحم مع الناس قد يصيبها بأذى أو يسبب لها ضررا فيرمي الإنسان. ورد حديث جابر رمينا عن الأطفال ومن لا يستطيع. هل يجوز السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة؟ نقول في الصلاة نسلم اللهم صل على سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، نسلم عليه. وأما في إذا ذهبنا إلى المدينة نمر بقبره ونسلم عليه ويكفي مرة واحدة. يقول في بلدنا نقرأ قراءة جماعية، فما الحكم إذا كان المدرس يقرأ الآية ثم تتلونها بعده لأجل أن يعلمكم النطق كيف ننطق الحروف؟ هذا ينطق من الشفتين وهذا من الحلق وهذا من كذا، فهذا حسن لأجل أن يقتل الإنسان بآخر. وأما إذا كان يعني لغير هدف فالإنسان يقرأ وحده بس. الشيخ يقول أخونا الفاضل أعمل معلم ثانوي والعمل المكلف به ساعتين حصتين وزمنهما ساعتين، إذا خرجت من المدرسة قبل انقضاء الوقت أكون مخطئا؟ إذا كانت إدارة التعليم توجب على المدرسين البقاء في الإدارة للاستفادة منهم عند اللزوم فيجب أن تبقى، وإذا كان إدارة التعليم تقول أد الحصص اللي عليك واخرج فلا حرج في ذلك. المهم يرجع إلى ولي الأمر وهو إدارة التعليم في مدرستكم، إن كان ذلك جائزا فنعم، وإن كان بطريق لأنه قد يدرس الإنسان حصتين ويبقى في الإدارة لأجل إذا جاء طالب يستفسر أو يسأل أو ولي أمر يحتاج إليه فيرجع فيه إلى تعليمات ولي الأمر. يسأل أحد الإخوان يقول أن تعاطي بعض المخدر كعلاج، نقول إذا كان مثلا العبر لأجر إجراء عملية في المستشفى ومن أطباء مثلا أرادوا يعملون عملية وأعطوهم مخدر لأجل فتح بطن أو كذا أو كذا، وأما إذا كان هو يحلو له أن يستعمل المخدر فلا يجوز. يقول الأخ الفاضل يقول ودعت ثم ذهبت إلى المدينة ثم رجعت إلى مكة بدون إحرام، فهل علي دم؟ لا ما عليك دم، لأنك أنهيت الحج بطواف الوداع الذي سافرت به من مكة. لو أديت عمرة من أبيار علي بمجيئك إلى مكة لكان حسن، لكن حيث أنك لم تفعل فلا شيء عليك، وليس عليك طواف وداع آخر لأنك طفت طواف الوداع الأول وهو يكفي. يقول السائل هل يجوز أن تأخذ المرأة بعض الأدوية الطبية من أجل أن تنجب توأم؟ نقول لا حرج في ذلك، إذا أخذ أبا يعني تنشط البويضة وتجعل فيه شيء من الإخصاب فلا حرج في ذلك إن شاء الله. يقول رجل اعتمر في شهر ذي الحجة عن أبي قبل الحج ولم يحلق لأنه سيحج، يعني إذا ما حلق يقصر والتقصير يكفي إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.